الحبل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام متابعي قناة الريان والقنوات الناقلة لهذا الحدث الرياضي الكبير، أحييكم بأجمل تحية مسائية مع انطلاق شوطنا الحادي عشر في تعداد أشواط مسائي هذا اليوم. الشوط الحادي عشر وهو الشوط الخاص بالثنايا الابكار في مسافة 8 كيلومترات. ننطلق بالصدارة، نتابع البداية والمقدمة وأرى الشاهينية من قادة المجموعة. الشاهينية لمانع بن خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من انطلقت منذ البداية واندفعت الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى، تليها مع المركز الثاني شواهين لمطر بن غويث الكتبي، متابعا لانطلاقة شواهين مع المركز الثاني والثالث. التحديات القدوم في هذه اللحظات، والتسلل التسلل من مياس لعبد الله بن حميد بن كديدة الفلاسي، بينما انطلقنا مع المركز الرابع بأرى مستوى تقدم المستوى الرفيع بهذا الانطلاق المتميز. عنتر بن كردي بن عنتر المنخس المري متابع تابعا لانطلاقة مستوى وهي في مستوى المركز الرابع. نتابع خامس التحديات، ومن الجانب من الجانب الاخر التحديات لدمعة الرامس بسعيد بن رامس بن نقيطة العامري من اعلن هذا الانطلاق مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، وندانا ندائنا الاول للعشر الخمس المراكز الأولى في هذا الجو الرياضي بهذا الجو الغايم بهذا الجو الممتع. لنا عودة مع الصدارة، مع البداية، مع المقدمة، ومع الكادر، مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج، عول لقناة الريان والقنوات الناقلة لهذا الحدث الرياضي الكبير من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الشحانية، ميدان التحدي، الصدارة والمقدمة. نتابع الشاهينية، نتابع الشاهينية بشعار مانع بن خليفة بن سلطان بن رشيد، من يتابع انطلاقة الشاهينية اللي ابتعدت منذ البداية، انطلقت بالصدارة، انطلقت بالمقدمة، اعلنت التحدي، يرت الشوط منذ البداية وهي تقود هذه الجموع بهذا الشعار، شعار السلالة وعاشق سلالة شاهين من ينطلق على المقدمة. ولكن أرى شواهين لمطر بن غويث الكتبي مع المركز الثاني، مع التحدي، مع الإثارة، مع الانطلاق المتميز، ومع المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات مستوى ويتقدم مستوى عالي بهذا الانطلاق المتميز. مستوى وعنتر بن كردي بن عنتر بن منخس المري من يتابع انطلاقة مستوى، ولكن من الجانب الآخر التحديات القادمة. وأرهني دمعة، أرى دمعة مع المركز الرابع الرامس بسعيد بن رامس بن نقيطة العامري من أعلن هذا الانطلاق مع المركز الرابع. خامس التحديات، نتابع نتابع القدوم، نتابع الانطلاق، نتابع مزنة من بدأت تتسلل، من بدأت تنطلق مع المركز الخامس لمحمد بن شافي بن سالم الشافي، من يتابع انطلاقة مزنة اللي دخلت في هذه اللحظات مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، نداءنا الثاني، جولتنا الثانية مع الخمس الأسامي المذكورة والمنطلقة بناموس هذا الشوط، مع هذا الاندفاع المثير، مع هذا الانطلاق الرائع. ولكن أرى هناك أيضا أسامي والشعارات لم يحن دخولها إلى عالم الإذاعة، نترقبها في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية. ولكن لنا عودة مع الصدارة، مع الشاهينية اللي منطلقة بناموس هذا الشوط.
الشوط مع الاندفاع المتميز منذ البداية. منذ البداية مانع بن خليفة بن سلطان بن رشيد من يحكم القبض على مقدمة هذا الشوط مع الانفراد المتميز اللي تقدمه الشاهينية، ولكن شواهين مع المركز الثاني بقمة التحدي بقمة الإثارة، وعن فوال الفوز أيضا مع شواهين اللي أعلنت الانطلاق المتميز والاندفاع الرائع. وبعد المغادرة للوحة الأربعة كيلومترات انتصفنا المسافة بدينا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوط. وشواهين مع المركز الثاني، مطر بن غويث من يتابع انطلاقة شواهين وهي تنطلق الصدارة بالمقدمة. ومع المركز الثالث وصرت دمعة مع المركز الثالث بدموع الفرح تنطلق ايضا تندفع مع المركز الثالث. والرامس سعيد بن رامس بن نقيطه العامري من يتابع انطلاق الدمعه، وارهني اسم جديد بدا يتدخل ينطلق ايضا مع المركز الرابع. سمحه تتسلل تنطلق مع المركز الرابع لصالح بن محمد بن سيف الحافي من يتابع انطلاقه سمحه بالاداء الجميل والاندفاع الرائع. ومن الجانب الآخر أرى الأسامي القادمة المتميزة اللي بدأت تتدخل في هذه اللحظات والشعارات. مشاهدينا متابعينا الكرام، المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام أرى التحديات من افتخار لمحمد بن مبارك بن علي المنصوري من أعلن هذا الانطلاق التحدي والتسلل الباين والملحوظ مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، والأمور تسير من صالح الشاهينية اللي تنطلق بالمقدمة منذ البداية. مانع بن خليفة بن سلطان بن رشيد من يتابع انطلاقة الشاهينية. شعار سطر الإنجازات أيضا بأحرف من ذهب في هذا العالم الساحر عالم الأصايل. الشاهينية على رأس الحرب منذ البداية، ولكن أرى شواهين مع المركز الثاني. مطر بن غويث الكتبي من يتابع انطلاقة شواهين السلالة الشاهينية من تهيمن وتفرض السيطرة على مقدمة هذا الشوط. نتابع المركز الثالث، أرى التحديات من دمعة للرامس بسعيد بن رامس بن نقيطة العامري ما شاء الله تبارك الله على هذه التحديات المثيرة. ومع المركز الرابع أرهني سمحة لصالح بن محمد بن سيف الحافي، والقدوم من مزنة لمحمد بن شافي بن سالم الشافي متابعا منطلقا مع مزنة مع التحدي المثير والمغادرة للوحة 2 كيلومترات. بدينا ننعطف مع المنعطف الأخير مع التحدي المثير مع الانطلاق الرائع. والشاهينية تسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط، ولكن أرى الزحف القادم بكل قوة مع التحديات مع الأسامي اللي قادمة بكل قوة. والشاهينية على رأس الحربة مانع بن خليفة بن رشيد السويدي عاشقا لهذه السلالة الشاهينية وهي تقود هذه الجموع. بالفعل أداء متميز، ولكن شواهين مع المركز الثاني. مطر بن نويذ الكتبي متابعا لانطلاقة شواهين
اللي بدت في هذه اللحظات تتسلل، تنطلق بالمقدمة، تندفع بالصدارة، شواهين على رأس الحربة، واسرع من الشواهين، اسرع من الشواهين، تنطلق على المقدمة، مطر بن غويث من يتابع، من يتابع، انطلاقة شواهين، راحت راحت بناموس هذا الشوط، ولكن الشاهينية مع المركز الثاني، مانع بخليفة بن رشيد السويدي، وارى القدوم، ارى التسلل، ارى التحديات ايضا من دمعة، الرامس بن سعيد بن رامس بن نقيطة العامري مع المركز الثالث، مع المركز الثالث، رابع التحديات، ارى هني افتخار لمحمد بن مبارك بن روضة المنصوري، ما شاء الله تبارك الله، تحدياتنا تحدياتنا مثيرة، انطلاقاتنا رائعة، وأسامي أسامي أسامي بدأت تتدخل، ولكن شواهين شواهين على الصدارة، واللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، التحديات الجميلة على أرضية ميدان، ميدان التحدي، ميدان التحدي، افتخار قادمة، بكل افتخار، بكل افتخار، شواهين صامدة، ولكن افتخار، تتسلل تتسلل في اللحظات الأخيرة، افتخار افتخار افتخار، تنطلق أيضا بمركز الافتخار، بمركز الصدارة، بمركز المقدمة، ولو كن سمحة 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 سمحة، تسمحت أمورها تسمحت أمورها في اللحظات الأخيرة، سمحة سمحة سمحة، انطلقت بالصدارة، صالح بن محمد بن سيف بن سعيد اليحافي، سلام سلام السلطنة، السلام، تحية واحترام مع الأداء المثير اللي تقدمه سمحة في اللحظات الأخيرة، فاجأت الجميع بالانطلاق المثير، سلام 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 السلطنة، سلام وسمح الله دربك مع الانطلاق المثير، تهانينا لصالح بن محمد بن سيف بن سعيد اليحافي على فوز سمحة بالمركز الأول، المركز الثاني سلسبيل لصالح بن سعيد بن سالم الوهيبي، المركز الثالث افتخار لمحمد بن مبارك بن علي المنصوري، المركز الرابع شواهين للمطر بن غويث الكتبي، والمركز الخامس المركز الخامس التحديات ايضا منها الاولى لعلي بن محمد بن قريع المري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى، شوط حمل التحدي والإثارة، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول سمحة إلى خط النهاية، تأتي بتوقيت زمني مقداره، هذه لحظات الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام، تهانينا لصالح بن محمد بن سيف بن سعيد اليحافي، وسلاماتنا لأهالي السلطنة مع الأداء المثير والرائع اللي قدمته سمحة، تأتي بتوقيت زمني مقداره، هذه لحظات الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام مع التحديات المثيرة، 12 دقيقة بالتأكيد لحظات وصول سمحة، 41 ثانية 6 أجزاء من الثانية، تهانينا لصالح بن محمد بن سيف اللي حافي، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، لحظات وصول سلسبيل 12 دقيقة 44 ثانية 4 أجزاء من الثانية، تهانينا لصالح بن سعيد بن سالم الوهيبي، ومع المركز الثالث افتخار 12 دقيقة 46 ثانية جزئين من الثانية، تهانينا لمحمد بن مبارك بن روضة المنصوري، تهانينا للجميع والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، أسعد الله مساكم بكل خير، نتواصل ونقل